بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوع هذه الكلمة هو مناقشة التصريحات التي أدلى بها الدكتور إسلام بن عطية في الجمعة 43 من الحراك. منهج المناقشة هو المبين في العنوان: أخالفه ولا أخونه. لماذا أخالفه؟ لأن كل بشر يؤخذ من قوله ويترك، كل بشر معرض للخطأ، ولأن من أصاب في شيء أو في أشياء لا يعني أنه أصاب في كل الأشياء. إذا كان الدكتور عطية عنده مواقف محمودة وأصاب في تصريحات وأصاب في بيانات، فهذا لا يعني أنه مصيب في كل شيء. كذلك إذا أخطأ في شيء لا يعني أنه أخطأ في كل شيء. فالغرض هنا ليس محاكمة الشخص ولا الحكم على نيته بالخيانة أو بالبراءة أو بالعمالة، ولكن الغرض هو الحكم على تصريحاته ومناقشة آرائه. يقول الدكتور إسلام عطية، ونحن نوافقه في هذا، أنه ضروري أن يمارس الحراك نقد ذاتي، وضروري أن نقيم أداء الحراك. وهذا صحيح، التقييم من أجل التقويم، باش يكون الحراك أكثر فعالية وأكثر قوة. لكن كي يجي للتفاصيل نختلفه. يقول هو في التفاصيل، يقول أن لم يكن من الحكمة أن ندخل في صدام مع قيادة المؤسسة العسكرية، وهذا أول أخطاء وأخطر الأخطاء، لأن الحراك لم يدخل في صدام. المؤسسة العسكرية في قيادتها، قيادة المؤسسة العسكرية هي التي اختارت أن تدخل في صدام مع الحراك. كيف؟ المؤسسة، قيادة المؤسسة العسكرية تهجمت على الحراك لما انطلق في 22 فبراير، واتهمته وقالت مغرر بهم، وقالت نداءات مشبوهة وغيرها. لكن الحراك لم يلتفت إليها، لم يلتفت إليها. وبعد ذلك لما أحست هي بالخطر، حاولت تستغل الحراك باش تضرب الخصوم تاعها، ونجحت. بعدما نجحت في ضرب خصومها وخصوم الحراك، خصم مشترك، بعدما نجحت وعدت الحراك بتطبيق المادة 7 و8 مع المادة بيوتنين، وبدأ الحراك يحلم ببناء ثقة وبناء شراكة مع قيادة المؤسسة العسكرية. وصل بعض قادة الحراك وبعض الرموز تاعو يناديو القايد صالح بعمي صالح، واقترحوا على الشعب أنه يقدم حصانة لهؤلاء الجنرالات، رغم فسادهم ورغم مشاركتهم في قتل الجزائريين في التسعينات وغيرها. ما عليناش، كنا نحلم بناء ثقة وبناء شراكة مع قيادة المؤسسة العسكرية. لكن المؤسسة العسكرية انقلبت على الحراك وقالت له قاعد ترفع لنا في مطالب تعجيزية، وعادت تفتري عليه. الحراك قال ما نقبلوش بدوي وبن صالح، والمؤسسة العسكرية قالت لكها هذا يريد الإطاحة بجميع إطارات الدولة النزيهة والمخلصة. وما كانش حاجة تكسر الثقة وتفسد العلاقات كما الافتراء، ما كانش حاجة تفسد العلاقات كما الافتراء. وواصلت سلسلة الافتراءات على الحراك: يمول بالمال الفاسد، تابع للعصابة، يتآمر، شرذيمة، أغلقت عليه العاصمة، أغلقت عليه قناة المغاربية، اعتقلت رموزه، عنفت شبابه، طلبته، نساءه. فهذه السلسلة هذه من التعسفات والظلم رد عليها الحراك. بماذا رد عليها؟ بشعارات. شعارات هذه بعضها مقبول، مهذب، مشذب، وبعضها لا، بعضها شديد وحاد. وهذه طبيعة الشعب، فيه الذي يتحكم في أعصابه ويزين كلماته، وفيه اللي يقول كلمات عفوية بناء على الغضب تاعه. وبعض قيادات الحراك اقترحوا، قالوا جماعة ما نقولوش على بوبال، نقولوا إلى الثكنة، ومع ذلك استمر الشعار. ما يهمناش احنا، المهم الشعارات هذو كانت ردة فعل، ما كانتش فعل. الفعل كان استفزاز الخطابات، استفزازات متكررة لخطابات قيادة المؤسسة العسكرية. هذه واحدة.
تنين، قلت لنا في التصريحات تاعك يا أستاذ يا دكتور إسلام، قلت لنا باللي اللي تقول له ديجاج وتقول له على بوبال مش راح يمشي معك ومش راح يتحاور معك ومش راح يتفاوض معك. قلت فأغلقنا باب الحوار والتفاوض. من أغلق باب الحوار؟ الحركة والذي أغلق باب الحوار. هذا تناقض مع تصريحاتك السابقة. أنت قلت أن انسحبت من اللجنة المقترحة للحوار وقلت أنها ولدت ميتة، والآن تتهم في الحراك أنه الذي قتلها. الحراك لم يقتل الحوار ولم يغلق بابه، السلطة الفعلية هي التي أفشلت الحوار. وحتى البيانات 20 الشخصية وبيانات 19 التي وقعت عليها تؤكد أن السلطة هي التي أفشلت الحوار. لماذا فشل الحوار؟ لأنه أولا خارج محل النزاع. حنا نتكلموا على آليات الانتقال الديمقراطي، هو يتكلموا على آليات الانتخاب، واحد. ولأن الطرفي الحوار ليس حقيقيين، كريم بن يونس ماهوش سلطة فعلية، الدليل أنه لما قدم اقتراحات وافق عليها رئيس الدولة انتقلوا منه قائد الأركان، قال له احنا ما قبلوش الإملاءات والشروط المسبقة، هو ما يمثلش السلطة الفعلية، والناس اللي طلعوهم من الحراك لا يمثلون الحراك، العكس طعنوا الحركة في ظهره وعادوا يشكيوا منه وقالوا كي نرفعوا العلم الوطني صرنا منبوذين لما نرفع العلم الوطني في الحراك، وصار من يرفع صورتي بن باديس منبوذا، وهذا افتراء على الحراك. فلا الممثلين يمثلوا الحراك ولا كريم بن يونس يمثل السلطة الفعلية. هو على فشل، فشل كذلك لأنه لم تسبقه إجراءات تهدئة، لم تسبقه إجراءات تهدئة. إذن مهم، أسباب كثيرة جعلت الحوار يفشل. الحراك لم يفشل الحوار، نقطة ثانية. النقطة الثالثة، قلت لنا بلي كاين شريحة من الشعب عاد ما تخرجش للحراك. علاه؟ قلت لأنه قالت بلي الذي الحراك الذي يسب الجنرالات ويسب الجيش ما نخرجوش معها، وهذا يظهر لي زلة لسان، زلة لسان، لكن يجب أن توضح. الحراك، وأنت تعلم أنه ما كانش حراك في الجزائر يسب الجيش، ما كانش حراك في الجزائر يسب الجيش، وإذا كان وجد حراك يسب الجيش فقد تبرأنا منه، فقد تبرأنا منه، ما كانش حراك يسب الجيش. هذه الأخطاء الثلاثة هذه التي وقع فيها الدكتور إسلام بن عطية تعلمنا حوايج نعتبر منها. الحاجة الأولى، أنه الإنسان كيجي يتكلم في أمر تاع الأمة، في مصير أمة، لازم يتريث ويتمهل ويستشير الناس ويستخير ربي سبحانه ويكتب الكلمة تاعه، ومدى به ما يديرهاش مباشر، لأنه المباشر يتعرض فيه الإنسان للخطأ والزلل، واحد. اثنين، تعطينا درس، حنا كي نجيو نخيروا حنا ممثلي الحراك مدى بنا نخيروهم من الشخصيات الوطنية التي أثبتت نزاهتها ورصانتها وحكمتها وثباتها عبر هذه السنوات وعبر هذه العقود. يعني ماذا بنا نخيره من الصف الأول، كي ندخلوا للصف الثاني والصف الثالث رانا غامرنا بالحراك. العبرة الثالثة، الإنسان حر في آرائه وقناعاته، وحر في تغيير آرائه وتغيير قناعاته، ربما يكون الإنسان مع الحراك ومن بعد تظهر له بلي الخطأ المسار هذا يخرج عليه، حر دون أن يخونه أحد ولا يجرحه أحد. لكن كاين شرط، وش هي الشرط؟ لا نفتري على الحراك، لا نقلب الحقائق، لا نقلب الحقائق. قال يا جماعة أنا بدلت الاجتهاد تاعي، بدلت رأيي، حقك أخويا، لا أحد يجرؤ على تخوينك، لكن يا جماعة لا نفتري على الحراك. ما نقولوش أو ضد المؤسسة العسكرية ولا ضد قيادة المؤسسة العسكرية، والله هو الذي بدأ بالصدام، والله هو الذي أغلق باب الحوار، لأنه هذا ظلم للحقيقة وظلم للحراك. هذه
النصائح التي أردت توجيهها للدكتور إسلام بن عطية. نتمنى أنها تجد آذانا صاغية. اللهم علمنا ما ينفعنا وفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم المجرمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.